الشخص اللي يتمنى لكم عيد سعيد، كل عام وانتم ان شاء الله حيين الف خير. السرمولة هي الزبيب، اللي احنا تو باش نمشيو نهزو نحيوها. يلا نشوفو معاها تو الزبيب هذا بعدا طيب. تو صبينا الماء سخون باش نبداو نخرجو الزبيب. تو باش نخرجو الزبيب كيما تراو معنا توا كي خرجنا الزبيب هذا على شنو تحصلنا. شوفوا توا شريط البصل ونقطعه. يلا شوفوا توا بدينا نقشف البصل هذاك باش نوريكم كيفاش باش نقطعوه. كيما تراو توا قاعد نقشف البصل قاعد باش نحطوه مع الزبيب. تو باش نرمي البصل في البنزرة. نصبو زيت الزيتونة بعد ما البصل غلى شوية نسيب الماء بتاعو. نزيد زيت الزيتونة كيما تراو معنا تو البصل قاعد يغسل. شوفو تو باش نرميو الزبيب اللي صفيناه صايكة البصل.
توا مش نخليه هكا حتى انتي نقعد نحركو. كما ديك نقول لكم المدة الزمنية اللي قعدت فيها الشرمونة باش تطيب نوريها لكم. كما تروا الشرمونة مازالت قاعدة تطيب. توا الشرمونة حضرت كما تشوفوا هذا الحوت مش ملحوم للعيد. هذا الغراب، هذه قاروس، هذه البوري. كما تشوفوا توا زاد باش نملحو كعبة الشغال هذي باش نوريكم زاد الوراطة. شوفوا برشا عائلات تملح الوراطة. كما تشوفوا معنا التو هذا الحوت ملح. باش نخليو الحوت يبل يقعديله كاملة والحين إن شاء الله نقشروه ونصمتوه. كما تشوفوا التو قاعدين نكسر الحوت بعد ما خلينا المكنة في الماء. خلينا حوت سمك شوفوا تو كل شيء حاضر. السلمولة والحوت الملح خبز العيد. هذه كانت أجواء العيد. إن شاء الله تكون عجبتكم حلقة اليوم. ما تنساوش تعملوا لنا أبوني وجيم كان عجبكم الفيديو. باي باي.